مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، طلة ورفقة جديدة عبر برنامج في الموعد. سعيدين بالتواصل معكم من خلال هذه المساحة المسائية، واليوم حنشوف في واحدة من الشخصيات السودانية الصحافية البارزة جدا، واحدة من المدن والولايات الجميلة جدا في السودان أنجبت هذه الشخصية، واحدة من المدن معروفة بالجمال، معروفة بالعلم المتوهج، رفاعة، أنجبت الصحفي البارز الكتب في عدد من الصحف السودانية المتخصصة في الكتابات الفنية وأيضا المنوعات. سعيدة جدا أنه ينضم لي في هذه الحلقة الأستاذ والصحفي هيثم أحمد محمد إدريس الشهير بهيثم كابو. مساء الخير عليك. مرحبتين منا ومرحبتين بمشاهدي قناة الشرو. أهلا بك، أنا سعيدة بهذه المؤانسة اللي حتكون على مدى ساعة من الزمان. حنتعرف أكثر عن قرب بهيثم كابو، تفاصيل حياته المختلفة. حنبدأ برفاعة طبعا، رفاعة مدينة الجمال، وهي مدينة أنا دائما قاعد أقول هي أخرجت المبدعين. شوف هي رفاعة، يعني أنت لما العلم أراد أن ينجب مدينة كانت رفاعة، يعني لو صح أنه يعني أنه هي مدينة، ما هي مصدر رأس العلم، يعني دي معلومة للجميع. رفاعة التاريخ، تعليم المرأة، رفاعة المثقفين، رفاعة الاستنارة، رفاعة الإبداع، رفاعة المدينة اللي بينام أهلها وتحت كل وسادة كتاب أو مجلة، رفاعة المدينة اللي حببتنا في الاطلاع وحببتنا في الغراءة في كافة المجالات. فما بالك طبعا معلوم للناس مشواره في التعليم، انها هي من المدن اللي انطلق منها التعليم وبدا فيها تعليم المراه، وكان اهل رفاعه يعني سباغين في ان هم قدموا بناتهم للتعليم في وقت انه كان يعني البنات حتى طلوعهم للشوارع كان فيه مشكله عشان يطلعوا الشارع بس عشان يلاقوا زول او يسلموا عليه زول. الناس كانت يعني حبوبتنا كان مبلمات وكانوا بالسلام من وراء الثوب وغيره وكده، فهم امنوا باهميه العلم وقدموا بناتهم، ومعظم رائدات التعليم في السودان بتلقاهم هم كلهم من رفاعه، وحتى معظم المنارات الثقافيه والتعليميه الكبيره بتلقي انه اسسوها وصولهم هم من اهل رفاعه، مكتبه عبد يعني بابكر بدري، الاحفاد، الغيره، المدارس، معظم المدارس الكبيره في ام درمان مؤسسينها هم برضه من رفاعه. بالتاكيد احنا يعني لما نتكلم عن رفاعه نتكلم عن حاجات كثيره جميله يعني طلعت من رفاعه، واذا تحدثنا عن مواهب الابداع بنلقاها برضه تطلع من رفاعه زيها وزي العلم، وحتى اشهر الابيات الشعريه هي من رفاعه. خلينا نجيب معاك في المراحل الدراسية الأولى اللي هي كانت برفاعة، ويتكلم عن الفترة دي يعني باستفاضة، ونشوف هيثم كابو يعني في بداياته كان كيف يعني. والله شوف احنا زاد نربط بين هيثم، يعني زي ما قلت لك، هو شوف المدن دي بتأثر بأي شكل من الأشكال. يعني أنت الانجليز ذاتهم بيقوموا بيقول لك إنه البيئة، يعني زمان زباينة شوية زمان قوت سوسيتي كومبيتهم، المجتمع اللي من حولك ده بيأثر عليك، ده مجتمع مثقف، مجتمع متعلم، مجتمع مطلع، يبقى انت طبيعي حتى انت اذا بتمشي المدرسه الابتدائيه وبتقرا في المدرسه الابتدائيه، احنا قريت في طيبة التم الابتدائيه في رفاعه، طبعا عدد كبير من المدارس في رفاعه، يعني عدد الناس ممكن كانوا ما يصدقوا، يعني بتلقى عدد كبير من مدارس البنين والبنات في رفاعه، يعني من تاريخ بعيد. فبدايته برضه مع كمان احنا طوالي المكتبات مدارس. طوالي المكتبات طوالي احنا بدينا يعني مع قرايتنا في ثالث واحنا في رابع، طوالي من السلسله الخضراء، وبدينا يعني معظم الناس تمرحلوا حتى في الاطلاع الموازي للاكاديميات. يعني انت بتلقى نفسك انت طوالي بدينا السيرندريلا وغيرها من المجموعات بتاعت الكتب وكده، ومن بعدها طبعا الناس مشت للالغاز والمغامرون الخمسه والثلاثه والشياطين ال 13، وبعد شويه جاء رجل المستحيل، بعد شويه كمان تقدمنا في العمر شويه خشينا في زهور وروايات عبير، بعد شويه خلاص الناس اي بدوا الناس تقرا ليوسف السباعي ولنجم محفوظ وكده واجاسا كريستي، يعني التطور ده ذاته انت بتلقاه متاح في البلد ومتاح في البيئه اللي حولك وفي المكتبه الموجوده في كل بيت. وفي الثقافه بتاعت التبادل الكتب ومكاتب الاطلاع العامه، مكتب صوت الشباب مثلا في رفاعه وفي غيرها، انا افتكر انه دي كلها
المسائل دي ساهمت في تكوين ما شخصية هيثم فيش. معظم الأبناء ديننا اللي أنجبتهم مدينة رفاعة كلهم يعني ساهم البيئة وساهم المجتمع ده في إنه إنهم هم على الأقل لو ما نضجوا فكريا يعني نالوا الحد الأدنى من الثقافة والمعلومات. البداية كمان بتاع بداية الصحافة اللي بدأت طبعا بدأت في الصحف الحيطية في طيب أنا في رابع تحديدا الطابور كنت الحائطية في أي كون في أنا كنت رئيس تحرير صحيفة الفصل يعني أنا في رابعة وعضو هيئة التحرير في صحيفة المدرسة. سلام. بعدين عندك ذكريات جميلة طبعا. لو شوفي هي ذات المزألة بعد شوية. بعدين أنا مش مشترك في ماجد وفي في باسم وفي سمير وفي ميكي وميكي جيم والصبيان ويعني وعمار وصباح مجلة الأطفال وقتها مشغول بمجلة الأطفال وعندي اشتراك كان دايم في مكتبة شرق الجزيرة بحي يعني أستاذ عبد الوهاب وأصحابه كنا احنا مداومين في مكتبة شرق الجزيرة عندنا اشتراك في المجلات. فلقيت مكتوب في مجلة ماجد في كوبون كده إذا كنت أنت من الثلاثة الأوائل وسبق لك أنك أنت بعثت بمساهمة لماجد أو كده في كوبون بتاع الصحفي الصغير ممكن تملاه ويرسلوا لك بطاقة الصحفي الصغير. وقلت كانت البداية المزرعة دي عجبتني جدا مليت الكوبون ورسلت النتيجة بتاعتي لمجلة ماجد ومشيت البوسطة يعني ده زمن البريد والبرق وزمن البوسطة وكده. صحيح. مشيت البوسطة في رفاعة ذاتها ورسلت الجواب من رفاعة للإمارات. ففوجئت بعد زي شهرين وصلتني بطاقة من مجلة ماجد فيها صورتك وفيها اسمك تمام كل التفاصيل وكده وإنه يا أخي ونزل في المجلة إنه تم منح عدد من الغراء بطاقة الصحفي الصغير ومصور البطاقة ذاتها في المجلة يعني في من المغرب ومن لبنان ومن السودان لقيت صورتي طبعا ده كان حدث طبيعي بالنسبة لمنطقة زي رفاعة فيها تعليم أيوة عالي فيها منبع كان الثقافة. شوف الحوار الأول اللي أنا يعني أجريته كنت بفكر فيه إنه طيب بقرأ في ماجد إنه بتلقى إنه مثلا الصحفي الصغير في ماجد عامل حوار مع رئيس البلدية في 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 مدينته محاول فبدأت أفكر فيه إنه فشايف الهادي آدم سامع بينه الهادي آدم ده غنت له أم كلثوم واي وكده ما هو مستوعب حقيقة يعني ما مستوعب الأغنية ما مستوعب النصوص عارف إنه هو عنده قصائد في المنهج الدراسي لأم وغيره وكده عنده قصائد في المنهج الدراسي هو مدير المدرسة الثانوية طوالي مدرسة ثانوية جنبنا وولده عمر ده دفعتنا معنا في الفصل وكده فشلت البطاقة ومشيت لي أستاذ الهادي في ربنا يرحمه ويغفر له في المدرسة هو مدير المدرسة الثانوية رفاع بنين فمشيت لقيت سكرتيرته شالت البطاقة عينت فيها كده قلت أقدر أقابل الأستاذ الهادي أنا كنت صغير كده في رابعة ابتدائي عينت في البطاقة وكده قامت قالت لي انت جبت البطاقه من وين وبتاع حكيت لها قلت لي عندي ولد اختي وكده وانا لو ما ممكن يدوا بطاقه زي دي المهم احتفت بالموضوع دخلتني لو خشيت سلمت عليه يعني هو يتعامل معي بابويا يعني عالي احتواك يعني بمعنى الكلام يعني هو ذاته انا حسيت بانه هو سعيد لانه انا عنده بطاقه الصحفي الصغير وكده فقمت قلت له يا اخي انا في ازيله طبعا الازيله بمساعده يعني الازيله ذات الاعداد الازيله كان بمساعده وقتها فقمت قلت له يا اخي دي الازيله انا دايركت اجاوب عليها وداير ارسلها لمجله ماجد قال لي خلاص بكره نهايه اليوم الدراسي بعد ما تخلص بس تعال بتلقاني انا جاوبت عليها فعلا جيت ثاني يوم لقيته بخط جميل كده جاوب طبعا بتكون الازيله ده كان اول حوار الازيله برضه يكون فيها ركاكه طبعا وبتكون لكن كدا. ده كان اول حوار ايوه كان اول حوار قام استاذ الهادي ذاته هو يعني بيكتب كان السؤال بقلم والاجابه بقلم واداني صوره معه اللي هو معه كلثوم وصوره ثانيه هو زي الغوم السوداني فشلتهم ومشيت البوسطة ورسلتهم وده كان أول حوار اتنشر في مجلة ماجد وعاملوا معه كخبطة والصحفي الصغير من السودان يحاور شاعر أم كلثوم أنت محتفظ بالحوار ده إلى الآن؟ المجلة موجودة ممتاز جميل جدا يعني ده كلام مهم جدا في النهاية رفاعة هي منارة ورفاعة هي يعني منطقة غير الجمال وغير الطبيعة والحاجات دي هي قدمت يعني لمبدعيها ولأبنائها الكثير إحنا من رفاعة حنمشي الجبل رايك شنو الماء الخضرة التفاصيل المختلفة في جبل أولياء وأيضا عدد من المبدعين والفنانين والرياضيين اللي بيقطنون تلك المنطقة وإنت الآن يعني عندك بيتكم الكبير تقريبا في الجبل أولياء ورفاعة العلاقة شنو بين الجبل وبين رفاعة وبين هيثم كابو البيوت الكبيرة يعني البيوت الكبيرة على الشقين يعني
والوالده سي واخواني موجودين في اليوم في التحية. جبل اولياء بحييهم وكده. نعم فجبل اولياء زي ما انت قلتي انه يعني احنا اتكلمنا عن الرفاعه عن التعليم وعن الاستناره، جبل اولياء ما بيتقيل عنها. وكمان في الطبيعه، يعني انت لما يعني الطبيعه حند عليها اكثر من اللازم، صحيح، يعني جمال معادن. ادتها اكثر من اللازم. يعني انت لما يجتمعوا لك الناس بتمشي تفتش مناطق بعيده عشان تتسلق الجبال، يعني عشان صح تطلع الجبال دي سياحه ورياضه. في الناس بيفتشوها، يعني الاوروبيين وكده بيمشوا المناطق البعيده عشان يمشوا مناطق الجبال. فجبل اولياء فيها الجبال وفيها البحر وفيها فيها الخزان، يعني فيها كل السمك، الحاجات. أهم حاجة السمك. وسمكه شرعا نعم يعني والسمك اللذيذ الشهي، شوف دي كلهم متجمعين في حته واحده صحيح. في مكان واحد. البيئه ذاتها بتاثر زي ما انا قلت لك، بتاثر على انسان ذاته، بتاثر على انسان المنطقه، وبتأثر بيكون الشاعريه عنده عاليه. عشان كده هي قدمت عدد من برضه من الاسماء. اذا هناك برضه احنا رفاع مثلا الناس بيذكروا دائما محمد عثمان عبد الرحيم، انا السوداني انا، وغيره من الاسماء بيذكروا عدد، بيذكروا رفاع طبعا برضه. شوفي الحاجة دي الافكار، كانت مقصودة ولا جات صدفة كده؟ الافكار هناك شوفي برضه، لانه التعليم والاستناره. يعني انت بتلقى في رفاعه في محمود محمد طه صحيح اسس الفكر الجمهوري من رفاعه، وشيخ الهديه في الجبل بالرفاعه اسس الفكر السلفي في السودان وكده. بتلقاهم الاثنين موجودين في مدينه واحده، لكن مدينه اصلا بطبيعتها بتتحمل الافكار وبتتحمل حوار الافكار، اللي هو دي واحده من اشكالاتنا الان الموجوده. يعني احنا محتاجين لانه نتحاور اكثر من انه نتصادم، يعني صحيح. محتاجين لانه السودان ده يسع الجميع ونحترم الانتماءات، يعني يسع الجميع والافكار، نحترم الافكار والانتماءات، والسودان يسع الجميع. يعني الشدوى الجذب والمد الجذر الحاصل الان في الاطراف وفي عدد من المدن، نامل انه في عدد من الولايات نامل انه يعني السودان يتعافى. واحده من المشاكل انه احنا ما قادرين نتقبل الاخر، ما قادرين يسعوا، دائما في تعصب للافكار وفي تعصب للانتماءات وكده. كل ما التناصب طردي، كل ما زادت نسبه التعليم، كل ما ارتفع مستوى استيعابك للاخر والإدراك. وتقبلك لاختلافك معه ايا كان الاختلاف، يعني حتى لو هو كان في المشرق وانت كنت في المغرب. فالمزاله دي بتكون في جبل اولياء. الطبيعه زي ما انت اتكلمتي دي، وعدد طبعا برضو من الاسماء، ودي من الحظ مثلا في الالحان اللي بتلقيها عند هذه الجبل. مثلا لما تلقي صحيح. في عند الهادي حامد بتلقي مثلا زي الحان المدينه وافتقدتك، وبتلقاها في سرحتي، وبتلقيها انت محظوظ لانك لقيت بتلقى في الهادي فرحان حامد بيك، والهادي بتلقاها في تلقاها في بفرح بيها، وتلقاها في غيرها من الاغنيات اللي بتحسي بيها انه الطبيعه كانت موجوده بين الانغام، والسحر ده مزروع وسط الغوافي. يا سلام. يعني كلام جميل جدا، وبدايه موفقه جدا لحياه هيثم الصحافيه التوثيقيه. هنمشي طوالي وهنجيب في محور مهم جدا، دراسه الهندسه. وانت من البدايه بديت الاعلام وبديت تكتب وبقيت صحفي من حواراتك الاولى، لكن بعد ده يعني ما تجاوزت كليه الهندسه. في علاقه بين الاعلام والهندسه؟ هو طبعا كان في حاجه، في مشكله. انت اذا كنت يعني مستواك الاكاديمي كويس، فمن الصعب اسرتك تقبل انه انت تمشي مثلا مسار ادبي، وده برضو دي اشكاليه. يعني دائما احنا كلنا كده تربينا على الدكاتره ولاد الهنا وطوالي، الناس كلها دايرين يبقوا طوالي، الواحد داير يبقى طبيب وكده يعني. صحيح. فكان الضغط في انه انت المفروض نتائجك وتحصيلك الاكاديمي من البدايه كويس، انت المفروض تكون في المساغ العلمي، المفروض انت تدرس طب او هندسه او كده. مع الضغط يعني انا اخذت اديشنال ماثيماتكس واتجهت في المجال، لكن الصحافه والاعلام ما كنت بتخيل انه انا احترفهم، يعني مزروعه جواي. انا وصلت حتى انا راسلت من بعد ماجد، راسلت انا في سادس برضه، راسلت صباح يعني، وعملت حوارات كان مع سانتو في الانور، فتح الرحمن سانتو، حوارات مع سكسوك، وده عنده يعني طرفه برضه، حوار مع سكسوك وقتها. كان سكسوك ده سجل في المريخ والمنتخب، وجا في مع المنتخب الوطني، عملت معه حوار لمجله الصباح انا في سادس ابتدائي وكده. لفت الايام، اي ثاني انا ما لقيت السكسو، لفت الايام جيت المريخ لعب مع بايرن ميونخ الالماني في الدوحه، فتقابلنا في الدوحه.
فلما سلم علي هيثم قال لي انا والله معجب ببرامجك وكتاباتك واتبسطت لكن ما جدا. تذكرك زمان. لا طبعا ما بيقدر يجمع، واتبسطت جدا قال لي يا اخي انا لما يعني عرفت اني انت من رخابي وكده وشنو بتاع. فقمت قلت له يا كابتن علي الله يخليك وبتاع. فقمت ذكرته انه الحوار انه انا عملت حوار معه، هو راسخ في ذهنه لانه يكاد يكون الحوار الوحيد اللي هو اللي اتنشر في مجلات اطفال وعمله معه طفل. فقمت قلت له انا عملت معك حوار كده بعد ما انت سجلت في المريخ ونزل في كنت كان هو جاء ضيف عليه حارس الهلال وقتها وجارنا العزيز برضه من ابناء رفاع الكابتن شاذلي محمد احمد حاج الزاكي. فكان هو يضيف عليه شاذلي وانا عملت معه عملت الحوار ونشرته في مجله الصباح. فبيبقى انت شنو مطالب بانه الاسره وتحصيلك الاكاديمي داري انك انت تكون في المجال العلمي وكده. لكن في النهاية شوف الواحد هجر الهندسة واتجه بكلياته للإعلام واحترف الصحافة برغم أنه الهندسة بضروبة المختلفة هي برضو فيها روح الإبداع وفيها روح الخلق. لا هي طبعا الهندسة هي إبداع خصوصا يعني التصاميم الهندسية بتكون بكل مجالات حقيقة في أي مجال يعني بكل مجالات في قطاع الهندسة. قبل شوي تكلمت عن انك انت يعني سانتو قال لك انت من رخابي، هل انت بتعلن مريخيتك كده على الهواء دائما بتحتز بقى؟ لا طبعا لانه المعروف دائما انه الناس المعروفين ما بيتكلموا بانتماء. لا شوفي هو انت لازم تكون انا الوضوح ده واحده من عناصر الاساسيه في شخصيتي. افتكر انه ما هو اذا كان الناس بيعلنوا انتماء سياسي معقوله انت ما تعلن انتماء رياضي؟ اللي هو انتماء سياسي بتبني عليه مواقف وبتتباين على وجهه نظر تقسم منك الجمهور؟ لا ما انا ما طارح نفسي يعني لاستقطاب الجمهور، انا صاحب فكره، ما تفكيري ما تفكير بتاع يعني اجمع عدد من المعجبين حولي، لانه اصلا انت لو داير تجمع عدد من المعجبين بتساير الموجه. انا بطبيعه شخصيتي ما بساير الموجه، انا بقول وجهه نظري. ما معني بانه يحبوني عدد من الناس او يكون عندي جمهور كبير او بسيط، ده ما هدف. هدفي انه انا عندي وجهه نظر، انا صاحب فكره، عندي راي يصل للناس، وجهه النظر دي ذاتها ما بالضروره الناس يقتنعوا بها اذا شعروا بانه والله يا اخي الحجيه صحيح الحجيه بتاعتها عاليه ومنطقيتها عاليه يقتنعوا بها. اذا شعروا بانه والله يا اخي وجهه النظر دي فيها اشكالات اساسيه بنيويه او في معناها او في ابعادها او في غيره هم يختلفوا معاه، وانا اسمع الاختلاف ده واقرا الاختلاف ده واتقبله وادير الحوار ده بيطورني انا وبيطور المتلقي. والعمليه دي عمليه تكامليه، يعني ما مهموم بانه يعني فكره الانتماء دي ما فرقت يعني ايوه عشان كده شنو ما فرقت تعلينا اي يعني ما يعني قصتي انه يكون عندك الناس مثلا زول بيقري لك مثلا انت بتكتب في الفن ولا بتكتب في سياسه فيكون في زول بيقري لك عشان يعرف انه انت مثلا بالرخابي او هلالي يقوم بطل القرايه يقوم مثلا ياخذ موقف يعني ما عرفت في المزاد هو انا ارتبطت معاه في حته معينه انا ما وفي زول ثاني ما هو ممكن يكون ما بيقري لك وما ما ما بي مقالاتك دي ما بتعجبه وما بيدي ادنى اهتمام بس كانت سياسيه وفنيه لكن بيجمعك بول المريخ ما عشان هو من رخابي كمان يقوم يقري لك انت عشان انت من رخابي. افتكر انه احنا متجاوزين احنا بس دايرين نعمل على الحاجه يعني متجاوزين الحاجه دي لعمق اكبر. صحيح هيثم مرات يعني بتكون في اتهامات كده للصحفي طبعاً. طبعا الصحفي دائما هو يعني يعمل تحقيقات وهو دائما يعني بحكه يعني كده بالدارجه بتاعتنا مع المسؤولين مع السياسيين مع الرياضيين مع الفنانين عموما. انت مصادم وقاسي في كتاباتك يا هيثم؟ لحد ما يعني لحد ما انا بفكر القسوه دي جات من وين؟ هي ما قسوه، هو شوفي دائما الجرح ده بطهره الكي والسيف بيصغل الكير والخبز بنضج الوهج. يعني انت المساله هي ما احنا شويه مرات ما قاعدين نتقبل يعني ما بنتقبل وجهه النظر المختلفه يعني النقد عموما كده. يعني حتى انت لو زول قال لك والله يا اخي التوب ده جميل وكده والوانه جميله لكن مثلا لو كان كده بتخلي الجميل والكلام الاول كله اللي قاله ده بتمسكي بس في لكن دي كله وما له لكن هنا وفي شنو في كده وما بتنسي ده كله بتركز هنا. دي تركيبه سيكولوجيه وعصبيه في الانسان ممكن يكون الشرقي بشكل عام والسوداني برضو موجوده فيه وكده. وده ما يعني طبعا الجميع لا في ناس بتتقبل النقد وزي ما قلت لك انه المساله دي برضو بتجيب على مدى سعه افقك ورحابه الصدر اللي بيتكلموا عنها. يعني الناس دايما بيتكلم عن رحابه الصدر اللي ما قاعدين نشوفه. يعني انت رحابه الصدر دي ما هو في انه انت تتقبل النقد يعني تقبل النقد الايجابي طبعا يعني هو طيب هيثم كابو يعني استاذنا الفاضل اذا كان فعلا حصلت لك
مصادمات او انت حسيت انك كتبت بقصه في واحده من الموضوعات او الشخصيات، وكان هو من الشخصيات اللي ممكن يكون قريبه لك يعني، او عندك به علاقه زماله علاقه ثانيه، هل الحاجه دي قللت من شكل التعامل بينك وبين الناس اللي انت كتبت عنه؟ احيانا في تجارب يعني، في ناس بيكون انت بتفترض انه في صداقات مع بعض الناس بالذات في الوسط الفني مثلا، فبتجي نقاط بتاعت اختلاف، انت بتكون عندك وجهه نظر مختلفه، بتحس بانه العلاقه بردت في اطرافها وفقدت حميميتها والمهاتفات المستمره وكده. في بعضهم ما المساله دي ممكن يكون هو اكثر ذكاء يعني، بيتعامل مع الموضوع حتى لو هو ما متقبله بيتعامل معه بذكاء يعني، بيضربه وبيقول لك لا وانت مثلا قسيت عليه في الحته الفلانيه والموضوع ده فيه كذا، ويختلف ويناقشك وياخذ ويدي معك. في نوع ثاني بيهجمه بيهجمه، ممكن يلاقيك مثلا ما يسلمه وكده. انا برضو واحده من عيوبي انه انا ما ببادر يعني، انا ذاته رده الفعل بتاعته دي حاجه ما كويسه طبعا يعني، انا هو ما سلم يعني طوالي بتعتذر له، انا ما في اعتذار ده اصلا ما موجود، ما الاعتذار ده في الخطا. احنا ما بنتكلم عن اعتذار، احنا بنتكلم عن زول انت قدمتي برنامج، اتكلمتي عن ظاهره ولا اتكلمتي عن غيره، وعن ظاهره فنيه مثلا في برنامجك هنا، اتكلمتي عن ظاهره تحت الجونات دي مثلا، وجبتي نماذج وقلت والله يا اخي في تجاوز في المفرده وفي كذا والمجتمع ده الناس ديل، وده في انهيار للذوق العام والمساله دي سايقينها لواحد واثنين وثلاثه، لقيتك زول بتعرفك من الناس ديل بكده. اذا انا مثلا بعدك هو انا مثلا الاعتذار ده ما موجود، لكن اذا مثلا ما سلم او كده، في ناس بطبيعتهم ممكن يزعلوا زول ويقول يا اخي انت الموضوع ده موضوع عام وما مفروض كده. انا ما عندي الحاجه دي. ايوه انا يعني مرات بقول ان ده فق الشر يعني، اذا خلاص الزول لقيته مثلا بقى ذاته اصلا بتجاوزه، والمره الجايه لو لقيته في حته برضه ما بسلم. الحاجه دي ما حاجه كويسه يعني، انا لما بتكلم ما دي ما ميزه يعني. انا بفتكر يا ريت لو انا كنت اكثر تسامحا، اقول وجهه نظري، ولو لقيت الزول وهو يعني صدق وكده انا انه انا اتجاوز، وانا نعم. انا يعني انه انا بادر بالسلام وكده، دي مثلا لو انا قدرتها دي اضافه بالنسبه لي، ما خصم انا بفتكر. لكن احنا برضه ما انا ذاته برضه واحد من الناس ما فيني برضه العيوب المجتمعيه اللي انا كنت بتكلم عنها دي، اللي هي جزء منها الانفه الزايده، عزه النفس البتاع كده لغيره، اللي بتحس بانه والله يا اخي كبريائك كده. وفي كل ما كان التجاوز اكبر، وكل ما كانت سماحه الروح اعلى، كل ما كانت التسامي عالي بين الناس، كل ما كانت دي الصوره المثاليه للشخص في المجتمع في مجتمعه. لكن ما بالضروره انها تتوافر في نوف فيك وفي المشاهد اللي بيسمعنا. صحيح، ناس يعني حتى يعني يدك دي كده اصابعها ما زي بعض. طبعا الناس بتختلف. العمل الاعلامي او بوابات الصحافه هي من البوابات الصعبه الدخول اليها في البدايه، عشان انت تثبت نفسك، ومثلا انت اثبتت نفسك من انك وانت طفل صغير. لكن برضو بعد ما انت يعني دخلت هذا المجال بعمق، هنالك مدارس، نتكلم عن مدارس الصحافه السودانيه. والله شوفي انا بسمع بالقصه دي يعني، انا بسمع حتى في الزملاء من جيلنا ومن الاجيال اللي قبلنا وحتى من الشباب اللي جوا بعدنا، بسمع انه في مدارس. انا شخصيا انا هيثم عشان ما اقوم يعني اجاري الموجه، لا والله بل بالعكس تماما. انا يعني انا في الجامعه جبت خطاب من العماده عشان انا عاوز اتدرب في جريده مثلا في عالم النجوم وكده، اللي يعني لحسن الحظ انه يعني شعرت باحتواء. انا جبت المواد اللي انا جبتها، لقيت حظها من النشر، لقيت مساحه من الود، من التعامل الكريم، من يعني اساتذه اجلاء هم سبقونا، وانا بفتكر انهم فتحوا لنا مكاتبهم وفتحوا لنا صحفهم، ونحن طلبه في الجامعه وقتها كويس يعني، رشيد بدوي عبيده، حسن عبد الرحيم، معاويه صابر، غيرهم يعني بدأت في عالم النجوم. فكلهم ما كان يعني كان في حميميه، ما لقيت الصدى. استاذنا الراحل المغيب مرغني البكري ما لقيت، بالعكس. وبديت يعني التجارب كلها ما واحد ايوه. فزي ما بيكونوا في ناس لقيتهم متاريس وبقوم بيقول لك يا اخي وقصدوني في الجريده الفلانيه والناس ديل وكده وبتاع، والله لا قصدونا ولا كده، بل بالعكس كانوا بيفرحوا جدا. ويعني انا حتى في ناس ما بعرفهم مثلا، انا اول زول كتب عني رشيد علي عمر انا ما بعرفه، انا نشرت اول صفحه في عالم النجوم انفاس فنيه، انا وقتها ما تخرجت يعني، نشرت اول صفحه بعدها بيومين وثلاثة يوم في الجريده، بقرا في الجريده وانا داخل الجامعه، فاتكلم مع واحد من اصحابنا فقام قال لي خلي رشيد علي عمر ده كاتب عنك.
انا ذاته فكره انه يكتبوا عني دي ما كانت جديده علي، يعني انه زول يكتب يعلق على حاجه انا كتبتها. فلقيته كاتب انه تسمرت بالامس وانا اقرا صفحه شيقه ومفرده مفرده رفيعه لشاب اسمه هيثم كابو، كويس احفظوا هذا الاسم جيدا، هذا الشاب سيكون له شان في الصحافه الفنيه وما اعرف ايه وكذا. وانا مشيت فتشته، مشيت الجريده وفتشته وشكرته وكذا وغيره. يعني دي كلها يعني عناصر تحفيز. استاذنا احمد نصور كان في المجال الفني، ناس بيكتبوا يعني قبلنا ما بعرف، وانا برضو يعني اشاد بي، بتلقي انه حتى بعد ذاك لقدام بقت بين الناس علاقات، وبعد شويه تطورت العلاقات. لكن حقيقه انا في البدايات وجدت احتفاء الحمد لله رب العالمين، انه يعني بنأمن عليه انه هيثم كابو من الصحفيين ما واجهته اي متاريس في عمل الصحفي. هذا العمل اللي احنا بنقول عليه دائما دي مهنة المتاعب ويعني مهنة المشقة، ولكن في النهاية هنطلع بمعلومة أو بخبر نكون منتظرينه من خلال كل الصحفيين. هيتواصل بتأكيد من خلال برنامج المعيد. خلوكم حضور ويبقوا معنا. مجددا لكل مشاهدينا وكل العيون اللي انضمت لمتابعتنا من خلال برنامج في الموعد، ونحن في حضرة السلطة الرابعة من خلال الصحفي المميز هيثم كابو. التحية لك مرة ثانية. وقبل ما انتقل لمحور مهم، كابو ديات من وين؟ لغب كورة والله. هي يعني في الكورة في روابط وكذا، فهي على نجم الموردة ربي يديه الصحة والعافية علي يونس كابو، ولاعب ماهر يعني ما في مقارنة طبعا، ولاعب ماهر وحريف وكذا. أنا كورتي ما كانت إيجابية، يعني كورة استعراضية، بلعب على الكورة ممكن أراوغ كويس ممكن بتاع، لكن بفتكر إنه ما الكورة اللي بتفيد الفريق لكن بتريح الزول اللي بيلعبه يعني نفسيا يعني. لا حريف يعني بتراوغ لك اثنين ثلاثة الناس بالكور، كل جمهور ممكن الناس اللي برا بكورة يعني كذا بيك، لكن ما ممكن الكورة اللي أنا الإيجابية إنه أنت طوالي وباص وخانة والناس ماشية لي قدام واصل في يعني فكورة جماعية، فهي كورة طابعة فردي يعني. أنا اللي لعبتها دي وربما لأنه أنا أصلا قدر المهارات اللي في طورتها بشكل فردي، يعني طورتها بشكل فردي، فبكون في كم حركه انت دار تطبقها في الملعب اثناء تمرين اثناء مباراه وكذا، ففي روابط الناشئين وكذا. اسم جف من خلال الكوره يعني ومن خلال المراوغات اللي تتحدث عنها، واحمد محمد ادريس يعني يعني برضه ده اسم عنده وقع كبير جدا. ما حسيت انه هو زعل من انه كابو ده شال منه الاسم؟ والله شوف، ما انت هيثم ذاته ما هو حقه يعني، ولو بقى كابو هيثم كابو برضه حقه، ولو بقى ثاني اضفنا اسم ثالث كده. ما انت بتدعين لفلذة كبدك وبتدعين لولدك ده، بتدعين له في نجاحات في نجاحه، بتدعين له في شخصيته، بتدعين له في انه يعني لاي مدى هو قادر يمثل اسرته بشكل كويس، قادر يكون عنوان للبيت بشكل كويس. المسميات والالغاب دي محتاجوا عليها الناس، لكن اي ما هو رجل استاذ وكده يعني متعلم، فما نظرته برضه بتكون ما بالشكل السطحي، لانه والله يا اخي اللغب خصم على الاسم باي حال من الاحوال، يعني بتصنع اللغب بتصنع الصدفه وبعد شويه بيكون لها فكاك منه، وتحول من لغب في ميادين يعني ملاعب ناشئين محدوده لاسم اعلامي بعد شويه لقى حظه من الزيوع والانتشار والتداول. نعم. يعني هيثم يعني عنده طاقه ابداعيه ما شاء الله هائله، وزاحمنا برضو في التقديم في مرحلة من المراحل أو في سنوات فائتة، وكانت أنا بفتكر إنها هي واحدة من التجارب الناجحة جدا والمهمة جدا لتقديمك للبرامج التلفزيونية. كلمنا عن التجربة دي، دخولك عالم التقديم، وأضاف شنو خصم شنو من هيثم كابو؟ هو انا ما دخلت عالم التقديم، ما بتقدري تقولي انا دخلت عالم التقديم. كنا شايفينك بتقدم في برنامج اي، لكن مثلا من البدايه بتشعر بانه الشخصيه الصحفيه هيثم نقل على الشاشه، يعني من 2006 و2007 بدايه فكره انه تاسس لبرنامج حواري ساخن في يعني في قضايا رياضيه وقضايا مجتمعيه وقضايا فنيه، يعني لما بدات القصه بتاعت برنامج محاكمه مثلا، من قبلها كانت بدايه التجربه مع تلفزيون السودان كانت اقرب لحاجه هي فيها تقديم وتحليل مع بعض، كان في برنامج كل الجمال فمع تلفزيون السودان. بعدها طوالي تطورت الفكره لانه يبقى حوار شخصيه
لكن طابعه حوار ساخن، انت بتحتشد له بالاسئله المدببه وبالاتهامات وكده. بديت في محاكمه برنامج من اسمه بيوريك انه والله دي اسئله ساخنه. نجاح المحاور في انه يجمع اكبر عدد من الاسئله المتعلقه بالشخص اللي بتدور في اذهان الناس ويحطها على طاوله واحده. نجاح الضيف في انه يفند الاسئله دي ويرد عليها ويقدم حججه ويقنع بها المشاهد اللي قدامه. ما كانت هي مبارزه، ولا كانت حتى في ناس بيفتكروا انه والله يا اخي هي زي كانها مباراه، يعني من حلقات كمال ترباس ووردي والطيب مصطفى وقتها، ومن حلقات يا نادر خضر وكده، الناس بيفتكروا انه هي كانت مباراه. ما كانت مباراه، انا كنت بهتم بانه احضر كويس، البحث يكون كويس، التحضير يكون كويس، اعداد المحاور يكون كويس، وصيغ الاتهام الخارجي يكون شكلها كويس اللي انا بدخلها، زائد الاتصالات التلفونيه اللي بتخش. بدت بمحاكمه، اتطورت التجربه من بعدها في جريد حساب بشكل مختلف، يعني دي كانت على شاشه قناه هارموني، من بعدها على شاشه قناه النيل الازرق جريد حساب، اضفت فيه اضافات جديده وكسرت ببعض المشاهد. جات من بعدها عندكم في قناه الشروق هنا في 2015 بدون حصانه. في الفكره برضه في بدون حصانه كانت انه اكثر من برنامج داخل برنامج واحد، اللوكيشن ذاته بيتحمل التنويع، والحوار اللي انت بتشعر فيه على الطاوله الرئيسيه في حوار ساخن، هوت اسئله مباشره للضيف، بتدخل في غرفه اسرار، دي مساحه بتديك انه انت فرصه لانك انت تستنبط في الضيف بعض الاسرار، لما تخط في الجو بتاع انه هو انت دخلت الجو في الضيف في غرفه ودي غرفه اسرار وكده، بيبقى هو مهيئ نفسيا انه يتكلم عن المسكوت عنه، بتحركه من غرفه الاسرار بيقعد في كرسي الاحتراف، بيبقى هو مرتاح لانه يدلي ببعض الاحترافات اللي ممكن يكون فيها جديد، بيرجع للطاوله ثاني بيمشي مرآة الروح، دي مساحة بتاعت فضفضة مع النفس، إنه فيها الأزيلة اللي فيها بعد نفسي، الأزيلة اللي فيها وغفات في مشوار حياته وكده، بيرجع تاني في الطاولة، بتديه بعض الصور لشخصيات هم اختلف معاهم واتفق معاهم، ولشخصيات أثروا في مسيرته، ولشخصيات قريبين منه إذا كانوا من أسرته، من أفراد أسرته أو غيره. ده كان شكل متكامل في بدون حصانة. يعني من بعدها جاء بدون حواجز برضو مع حلقات مع مصطفى منصور وعمرو موسى وغيره وكده، ويعني وجات تجارب تانية في كابوفون وفي غيره. نتمنى لك التوفيق. احنا هنمشي مع كل المشاهدين في برنامج في الموعد، وهنتابع مادة ونرجع نعود من جديد. مشاهدونا الاعزاء، السلام الله عليكم ورحمه منه تعالى وبركاته، سعداء ان نلتقيكم في حلقه جديده من برنامج بدون حصانه. زي ما تابعوا المشاهدين في البدايه من استقبل الضيف في دخوله، الملاحظ انه انت ما شاء الله سايق عربيه هامر وكده. دي عربية لكزيز أول حاجة. لكزيز كمان الهمر. ما عندك همر راكب؟ هاي لفي هاي جيتي سيبي لكزيز؟ هاي نوعت لينا؟ نوعتها بحب التنويع أنا ذاتي. عندك كم عربية أنت؟ والله في الحمد لله الخير باصد، ربنا يزيدك. هاي القصة دي يعني أنت باعتبارك شيخ مودرين، الناس بتاخدك وشيخ مثير للجدل وشيخ ظاهرة، يعني قصة العربات الآخر موديل، الطقوس بتاعت الذكرى المختلفة، المسألة دي شوية الناس بيحسوا بأنها هي بعيدة من الزهد ومن التصوف. طيب يلا لما إحنا نقول الزهد، الزهد هو شنو عشان نعرف هل بعيدة منه ولا ما بعيدة منه؟ في فريق بين الزهد وبين العدم. لما أنت يجيبوا لك ملح وسكر من أول وهلة كده ما بتعرفهم إلا الضوء طعامهم، اللي هو ده الكلام أو الفرق بين الزهد وبين العدم. العدم ربنا مداك، الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا من عليه،
من عليه بأي شيء، بيت مال المسلمين ده هو اللي بيتصرف فيه. المصطفى صلى الله عليه وسلم الدلي زعيم قبيلة، يعني زي ما يقول ماشية بين جبلين، قال لي دي كلها عليك. في حين انه زوجة السيدة عائشة قالت كنا نبيت الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولم توقد النار في الدار، يأكلوا البلح الأسودين البلح والماء، يعني ممتلكة لكن ما بتعني له شيء، نافغة. أما سيدنا علي أنت قاعد تنفغ؟ كان بيقول لو كان الفقر الرجل أنت قاعد تنفغ؟ والله أنا قدر ولا مقتنزة؟ قدر قدرتي بسوي. أنت ما حاسس بأنه الناس بيفتكروك أنت ظاهرة أكثر من كونك شيخ ورع وكده؟ أنت عارف إحنا مشكلتنا في شنو؟ تفضل. إحنا مشكلتنا ما بنعاين للب أو جوهر الموضوع. ليه؟ أنت ما تشوف الليلة شيخ اللامين إنتاجه شنو؟ هل شيخ اللامين أدخل شيء رقعة زيادة في صلاة؟ هل سحب لسنة؟ هل خالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل دخل لآية جديدة؟ لا بالعكس، أنا عنده أسلوب ماشي به، قدرت جذبت به وكمية هائلة من الشباب. أنت مستهدف الشباب يعني في المقام الأول؟ مستهدف الشباب في المقام الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرني الشباب فيما خذلني فيه الشيب. والشيء الثاني، الشباب ده لو ما قدرت أنت عرفت لغته ما بتقدر تجذبه. قصدت حتى مش المظهر، رغم أن المظهر ذاته يحتاج وقفة، لكن أنا قصدت المظاهر، يعني المظاهر بتاعت الطقوس اللي عندكم في المسجد نفسها. يعني أنا ما قادر أفهم مثلا صورة بلقاها في الواتساب، حنة مثلا والشيخ اللامين نفسه هو في نص الحنة ومعه المريدين. حنة شريتك كنت أقول حنة عشان الجمهور يعرف. الحنة هي شنو؟ هي شنو؟ الحنة أول حاجة إحنا ناس سودانيين. أي سوداني تسأله يعني شنو جرتك ويعني شنو الحنة ويعني شنو الدخلة ويعني شنو الصبحية ويقول لك ما بعرفهم، ده قطع شك ما سوداني. أهلا بكم من جديد متابعينا، مساء الخير عليكم مرة ثانية، احنا مستمرين في حوارنا بالتأكيد وضيفنا هيثم كابو، التحية لك مجددا. مرحبا يا مرحبا هيثم، نواصل في حوارنا وهنرجع مرة ثانية نتكلم عن يعني أنت قدمت مجموعة من البرامج ومجموعة من المحاكمات في شكل غالب البرامج الهوت، وأنا بفتكر أنه في الوقت ذا كان البرامج دي قليلة جدا، يعني ما كانت موجودة، هي التجربة الأولى كانت. نعم يعني كانت تجارب، كان قبلها سباقات بس برامج سياسية. صحيح سياسية، يعني نشوف في محاكمة في برامج أو في شخصيات، شخصيات غير سياسية مثلا غير سياسية، فأنا بفتكر إن دي كانت لك يعني السبق يعني فيها. ممكن نقول نوعا حتواصل في الحاجة دي ولا ليه أنت متوقف ولا أنت مشيت وين يعني من الشاشة؟ والله شوفي أنا ما مقدم برامج في الأساس، يعني أنا ما إن شاء الله البرامج دي كلها يعني يعني عدد من البرامج وممكن يكون أي ذخيرة كبيرة، لكن أنا في الأساس ما أقدم برامج، يعني أنا بجي مثلا في مواسم بقدم، مثلا في رمضان بقدم، يعني أنا مثلا جينا في 2019 طوالي في رمضان اشتغلت على الحصة وطن، يعني برنامج فكرته إنه يقدم أيقونات الثورة، يكون هو صوت للثورة السودانية، وقتها الناس في يعني في ميدان الاعتصام، المساحات البرامجية المحتاجة للثورة ممكن تكون محدودة، دائرة إنه الناس تشارك وتزيد المساحات دي والصوت يصل، يعني فدي كانت كل مرحلة عندها متطلباتها، لكن ممكن تجي حاجة تانية بشكل مختلف، ممكن ترجع حاجة بشكل تحقيقات تلفزيونية، ممكن يجي برنامج تحت تحقيق تلفزيوني، ممكن يجي برضو. أنا حاسس إنه البرامج بتاعت الصورة مظلومة، إحنا لسه برامج فيها كاميرا بتطلع ترصد والصورة بتكون بتتكلم فيها، أنا حاسس إنه النوع ده من البرامج ما موجود في قنواتنا الفضائية، إحنا محتاجين برضو لأنه الصورة تكون موجودة، دي شوية فيها عناء، وأنت دائما لو عاوز تنجح في برنامج اختار البرنامج الصعب، يعني الناس برضو بيميلوا للبرامج السهلة، لكن في النهاية أنت لو داير تنجح وداير تقدم تجربة مختلفة، صح، اختار إنه أنت تطلع بكاميراتك وتكون موجود في موقع الحدث وتكون موجود ميدانيا وتكون موجود ميدانيا وترجع وكده، فدي انا ممكن لو في يعني استئناف للمشوار غادي يكون ببرامج متعلقه ممكن تكون بالصوره او لو حوار شخصيه برضه. من لك التوفيق دائما، يعني وانت طالما يعني تدرت هذا المجال ان شاء الله كل مره نسمع عنك جديد وجديد وجديد مختلف باذن الله تعالى.
في سؤال هنا بيطرح نفسه، بما انك انت طرحت نفسك في الصحف الفنية وفي علاقاتك ايضا بالشخصيات الفنية، هنجيب تحديدا في الفنانين والفنانات ومجموعة من المبدعين وعلاقة هيثم بهم. طيب. والتعامل برضو، لأنك انت مرات بتكتب عنه ومرات بتكتب ضده ومرات بتكون معه. صح. في اسماء محددة يعني؟ لا ما حنقول اسماء. والله شوفي، انا افتكر انه الطبيعه شغلنا يا منى وانت في زول في المجال الاعلامي يعني بتتاح لنا فرص انه نحتك من قريب بعدد كبير من المبدعين، يعني نكون قريبين منهم، بتجمعنا بهم المناسبات، بتجمعنا بهم العمل العام، بتجمعنا بهم المهرجانات، بتجمعنا بهم الاحتفالات، بتجمعنا بهم وسائل الاعلام نفسها اذا كان شاشات او اذا كان صفحات صحف او غيره. فبتلقى انه انت برضو بتكون محظوظ، يعني انت تكون محظوظ لما يكون عندك مثلا علاقه مع فنان بغامته بغيمه الراحل المغيم محمد وردي، يعني لما يكون انت عندك علاقه مع محمد وردي افتكر انه بجانب انه انت بتكتب وجهه نظرك وممكن تنتقده في موقف حتى لو هو قال وجهه نظر في حوار صحفي وكده، لكن انت قدام تاريخ. وانت حتى لما انا جبت وردي مثلا في برنامج محاكمه وكنت بزعله وزيله سخنه، يعني بزعله من انت قلت انه رجيلاني ابراهيم عوض قال انه احسن لك تشوف تدريسك، المزاله دي هل ممكن تكون انعكست على شخصيتك؟ غنيت لي نيميريا فارسنا ويا حارسنا وجيت ثاني رجعت وغنيت انك انت لا حارس اي وكده وبلوي انجل اهل، المزاله دي ما كان فيها نضج سياسي، برغم انه انت بتحس بانه والله ده في اسئله وفي داتا بتاعت اسئله ممكن تكون سخنه، لكن انت بالعمل ده بيجمعك باسماء ذات قيمة وذات وزن وعندها دور في 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 مسيرة التاريخ الفنون السودانية والإبداع السوداني، وردي كمان حتى النضال السوداني، فدي أسماء كبيرة. أنت بتلقى نفسك إنه أنت والله يا أخي حتى إنه برغم إنه أبو عركة مثلا بحيو أستاذنا أبو عركة الوقت محجم عن الظهور في وسائل الإعلام، لكن في تقدير خاص لك أنت على المستوى الشخصي اللي بتكتبه شهادات مستمرة غيره كده بتاع، يعني دي بتشعر بانه يا اخي انت هو معك دائما في مناسباتك الخاصه في غيره وفي كده، جيت من الحج بتلقى انه الله يعركي مثلا جاك في البيت وكده عشان يبارك لك، يعني المسائل دي فيها بتريحك نفسيا، انه دي اسماء انت بتحس بانه والله يا اخي لو انت ما طلعت من الدنيا دي بحاجه غير انه انت جماعتك المهنه دي جماعتك بناس هم عندك معهم علاقات عندها قيمه وعندها وزن وعندها طعم. فنان الراحل المغيب محمود عبد العزيز طبعا كنت دار اقول لك ما دام احنا اساسا بدينا نجيب في الاسامي، يعني الراحل محمود عبد العزيز يعني حقيقة يعني حقيقه يعني انت بتلقى انه دي علاقه كمان مستمر، يعني تلقى انه دي علاقه مستمره لسنين طويله، ممكن يكون برضو يعني انت بتكون قريب في كثير من المواقف، في قد ما يكون هو مثلا ما كثير من الاعلاميين مثلا محمود يعني احتكاكه كان بيهم، لكن بتلقى انه انت يعني مثلا يعني برضو انتخبك من عدد من الناس، ويكون هو على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الاعلامي. حتى لما انتوا سجلتوا في برنامج مع محمود في قناه الشروق كان 30 حلقه، فاصر انه انا اجي ضيف في حلقتين في البرنامج، انا كنت بفتكر انه ضيف في حلقه واحده كفايه، انا رؤيتي له انه خلي زول ثاني من جيل ثاني صحفي ثاني يتكلم من وجهه نظر مختلفه، لكن كان مصر. انا سعدت بانه برضو يعني اكون معه في برنامج طويل وثق لمسيرته وكده، وهو من الاسماء الشابه اللي قدمت وصاحب الجماهيريه الطاغيه، وهو يكاد يكون صاحب يعني اعرض شرفه صحيح جماهيريه اطل من خلاله فنان شاب. صحيح استاذ هيثم، يعني التجربه الصحفيه هي تجربه كبيره، والحوار ده يعني المفروض يستمر اكثر من كده، لكن انا بقول دائما انه مهنه الصحافه هي مهنه المتاعب والمشاحنات، وممكن تتعرض لبعض الضغوطات. واحنا بنختم الحلقه دي في بطاقه بتاعت عفو التسامح تقدمها في اقل من 60 ثانيه لمن تحب. والله طبعا لكل من اخطات في حقه، يعني اذا انا في شخص انا اخطات في حقه، طبعا انا لو اخطات في حقه وانا عارف ما بحتاج اقدم له بطاقه عفو وتسامح من خلال الكاميرا، لكن لو في شخص انا اخطات في حقه وانا ما عارف فيا اخي السماح، واذا كمان في زول اخطا في حقي وانا ما عارفه العفو. يا سلام تقريبا السماحة طبعا. شكرا لحضورك مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام هذه الحلقه من برنامج في الموعد، وضيفنا الاستاذ هيثم احمد محمد ادريس الشهير بهيثم كابو كان حضور معنا من خلال هذه الحلقه، وتحدثنا زي ما تابعتم عن حياته الصحفيه وعن المراحل المختلفه اللي عاشها هيثم كابو من تقديم لكتابه حتى وصولا الى مدير تحرير احد الصحف الفنيه المعروفه في السودان. شكرا للمتابعه وشكرا لاتباع العمل. في امان الله.
حبك للناس خلاني أحبك تاني، فيك الإحساس نساني أعيش أحزاني. حبك روح سر الألوان يا غالي.
كبره وسلطانه.